مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. سلام للجميع في حلقة جديدة من حلقات السياسة الكندية. اليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا في السياسة الكندية، وحنستمر بما يسمى بسياسة المقاطعات. تكلمنا عن معظم المقاطعات في كندا، لكن اليوم حنتكلم عن باقي المقاطعات، وتقريبا ننهي المقاطعات. رح يطلب لنا شيء بسيط نحكي عنه في الحلقات القادمة. اليوم أنا والدكتور هشام نستضيف ضيف عزيز علينا كالعادة، ضيفنا الكريم دكتور نور القادري. أهلا وسهلا فيك دكتور. أسعد الله مساءكم أخي دكتور جمال وأخي هشام وجميع المستمعين والمشاهدين. اليوم حنتكلم عن موضوع مهم وهو المقاطعات الغربية، بس قبل ما نبدأ بدي أعمل الشرقية قبل ما نبدأ حكي عن شغلة اللي هي توافق اليوم 18 أكتوبر. في كل سنة يعتبر هذا في كندا يوم اسمه Persons Day أو يوم الإنسان. ليش سموه بهذا الاسم؟ طبعا لأنه سنة 1929 لأول مرة في كندا تم الاعتراف أو ديكلير إنه المرأة تعتبر إنسان، وبالتالي صار لها حقوق توازي حقوق الرجل، وصارت تدخل في الانتخابات والعمل و و و و وطبعا الآن تعتبر كندا من الدول اللي فعلا ناشطة في حقوق المرأة. من هذا المنبر طبعا أنا حابب إنه الجميع، ليش بحكي عنه؟ لأنه فعلا قليل من الناس يمكن بيعرفوا في الجروب فيموس فايف، هدول خمس سيدات عانوا وقاوموا من أجل حقوق المرأة في كندا. فأنا بشجع جميع الجمهور أنه يروح يبحث عن هذا اليوم اللي هو 18 أكتوبر، ليش بيسموه Persons Day، ومين هم الفيموس فايف. أكيد رح تجدوا معلومات جيدة، ممكن بعدين ندور على موضوع نعمل عليه حلقة. احنا انا شايف الاستاذ حسن غية برضو معنا ضيفنا اليوم. اهلا وسهلا استاذ حسن. اهلا وسهلا بكم جميعا، السلام عليكم. وعليكم السلام. حنبدا الان في موضوع الحكومات. طبعا سريعا نحكي جغرافيا، اذا ما بعرف اذا دكتور نور بتحب تبدا لنا جغرافيا بالمقاطعات الاربعه اللي حنحكي عنها. يعني المقاطعات الشرقية هي تعتبر ثلاث مقاطعات التي تسمى الماري تايمز، واللي هي نوفا سكوشيا نيو برانزويك برنس ادوارد آيلاند، ومقاطعة نيوفاوندلاند اند لابرادور. يعني هم يشكلون الشرق الكندي، هم الى اقصى الشرق من مقاطعة كيبيك. فيهم أقل من مليونين نسمة أو حوالي المليونين نسمة في هذه المقاطعات، وطبعاً عندهم representation في البرلمان، 32 نائب في البرلمان الفيدرالي، وطبعاً بما أنهم في الانتخابات أقرب إلى هم في الشرق الكندي ويعني متقدمين ساعة عنا، نتائج انتخاباتهم بتكون بل وذر، يعني قد تؤثر على انتخابات الغرب الكندي، يعني حسب النتائج قد تعطي أفضليات لبعض الأحزاب على بعض الأحزاب الأخرى. وطبعا عندهم تمثيل في مجلس باقي المقاطعات، يعني كونهم مقاطعات من بعدد سكان قليل، يعني كنا رأينا على مدى السنين عندما يزيدوا أعداد نواب البرلمان، يزيدوا في أونتاريو، يزيدوا في كيبيك، يزيدوا في ألبرتا، بريتش كولومبيا، المقاطعات الشرقية عدد سكانها ما زال قليل وعدد نوابها ما زال محدود، ولذلك وجود سناتورز أو أعضاء مجلس الشيوخ في تلك المقاطعات هو ليطفي يعني أحقية هذه المقاطعات بالتمثيل على المستوى الفيدرالي. إذا أنت حكيت لنا عندهم كم نائب؟ 32 نائب، منك 11 في نوفا سكوشيا، 10 في نيو برانزويك، 4 في برنس إدوارد آيلاند، و7 في نيوفاوندلاند لابرادور.
والسيناتورز أعتقد الماري تايمز عندهم 24 سيناتور بثلاث مقاطعات، فعندهم مجموعة كبيرة يعني تقريبا الربع الأعضاء مجلس الشيوخ. نعم هم أربع مقاطعات دكتور صحيح؟ نعم أغلى نعم. أوكي طيب يب أتوقع أنه أنا أوكي دكتور هشام تحب تسأل ولا؟ أنا بس عندي سؤال يعني يمكن مخصص بالنسبة لهدول، لأن أنا سمعت مرة إنه كان في مقترح إنهم هدول المقاطعات يتحدوا اللي هم اللي أنت قلت عنهم اللي نيو برونزويك نوفا سكوشا ونيوفيلند لابردور وبالإضافة للبي إي آي أو برنس إدوارد آيلاند، فما بعرف هل هذا المشروع ما زال في زي ما بقوله في الشغل، هل صار في تعاون معين بيناتهم لأنهم دائرهم مرتبطين في بعض، بس كان في موضوع بالزمانات أو سمعت هيك إنه كانوا إنهم بيصيروا one province يعني كمجموعة من المقاطعات الشرقية قريبين من بعض في الجغرافيا، لكن في بعض التباعدات والاختلافات فيهم. يعني برنس إدوارد آيلاند هي مثل جزيرة وعدد سكان قليل، والحكومات المقاطعات يعني يجب أن يكون هنالك في أي مشروع اتحاد طرح لرفرندوم في أمام الناس كاستطلاع كامل لجميع الناس أو استفتاء. لم يطرح من هذا القبيل كاستفتاء أمام تلك المقاطعات، وتبقى الفكرة فكرة في موضوع الاتحاد، لكنه من جزء من الاتحاد الكندي وكل مقاطعة لها ميزاتها. نعم أستاذ حسن، أنا بدي أسألك السؤال الأول، يمكن خلينا نبدأ نأخذهم سريعا مقاطعة مقاطعة يمكن أسهل يكون هذا. خلينا نحكي شوية على نوفا سكوشا، يمكن هي أكبر مقاطعة في الأربع مقاطعات مع عدد السكان، أنا بحكي مش المساحة. لو تحكي لنا شوية عن الحكومة تبعت مقاطعة نوفا سكوشا، مين اللي كان قبل ذلك، شوية تاريخيا سياسيا. نوفا سكوشا كما تفضل الأخي الدكتور نور في الاتحاد الفيدرالي عنده 11 نائب في مجلس العموم وعنده 10 في مجلس الشيوخ. في مجلس العموم من 11 في 10 نواب من الليبراليين من الحزب الليبرالي وواحد من حزب المحافظين. في المحافظة في يعني كحكومة المحافظة تمت الانتخابات سنة 2017، عندهم الآن رئيس وزراء جديد انتخب في السادس من شباط من هذا العام، لأن الرئيس الماضي اضطر للاستقالة. المهم عندهم الآن في ستيفن ماكنيل هو رئيس الوزراء في المقاطعة، عنده 27 نائب، وفي المحافظين عندهم 17 نائب. الـ NDP عنده 7 نواب، جيري باريل هو رئيس الحزب الديمقراطي الجديد. الاقتصاد بشكل عام في هذه المقاطعة بشكل عام عندما تحدث عن الشرق الكندي اقتصادهم تقريبا شبيه، يعتمدون على ثلاث أمور. عندهم طبعا صيد الأسماك، الثروة السمكية، وعندهم الزراعة والسياحة. لذلك كما قال الدكتور نور اقتصادهم شبيه. نقطة أخرى، علاقتهم بالاتحاد الفيدرالي كما تحدثنا في دورات في حلقات سابقة عن البيريكويجن بالاقتصاد الكندي، أن الحكومة الفيدرالية تأخذ من المحافظات الغنية وتعطي للمحافظات التي هي أقل غنى، وبالتالي هذه المحافظات الأربع تستفيد من هذا البرنامج وتأخذ المساعدات من الحكومة الفيدرالية، وهذا ما يجعل من سياسة المحافظة إلى حد ما مرتبطة بالسياسة الفيدرالية بشكل عام. وبشكل عام السياسة تميل
من الوسط إلى اليسار. يعني مثلا نرى أن الحكومات إما ليبرالية والديمقراطيين الجدد عندهم وجود والخضر عندهم وجود، ولكن حصة الأسد للانتخابات الفيدرالية تأتي دائما للحزب الليبرالي، وهذا في المقاطعات الأربعة في المحافظات الأربعة. إذن الحكومة الحالية في نوفا سكوتشا حكومة ليبرالية؟ الحكومة نوفا سكوتشا الآن الحكومة طبعاً هي نعم ليبرالية، عنده 27 نائب. طب 27 نائب من أصل 51. أوكي، هل سابقاً كان في حكومات من أحزاب أخرى كانت قوية؟ كانت تاريخياً كانت السلطة تتبادل ما بين حزب المحافظين وحزب الليبرالي. كان هنالك تناوب للسلطة ما بين الليبراليين والمحافظين. يعني تقريباً ميرور للحكومة الفيدرالية. طبعاً. واضح. يعني الحكومات في الشرق الكندي يعني عندها امتيازات. كنا يعني إذا نظرنا لما نتكلم عن الغرب الكندي كنا نحكي عن المحافظين كونهم حزب يميني أو يمينيين. قلب الريد توريز أو المحافظين الأقل حدة أو الأقل يمينية هم من الشرق الكندي. يعني كان معروف أيام ترودو الأب أهم زعيم المعارضة هو روبرت ستانفيلد اللي كان يعتبر كريد توري قريب. وفي الانتخابات السابقة أو الأخيرة لحزب المحافظين لزعامة حزب المحافظين الذي ربحها إيرين أوتول كان المنافس الأبرز يعني وصاحب الحظ الأوفر الذي فاجأ الجميع بخسارته بيتر ماكاي، هو نائب ووزير سابق عن بريتش كولومبيا، زعيم سابق لحزب المحافظين التقدميين، ويعتبر أيضا من الريد توريز أو البروغريسيف كونزرفاتيفز أو التقدميين في 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 حزب المحافظين. يعني إذا نظرنا بريتش كولومبيا، هو بريتش كولومبيا ولا نوفا سكوشيا؟ نوفا سكوشيا. أوكي. تصديقا لما يقول الدكتور نور، على صعيد كندا بشكل عام حزب المحافظين الحزب الجديد الذي الآن أرتشو أوتول ابتلع حزب التقدميين المحافظين Progressive Conservative، بينما في الشرق الكندي لا يزال التقدميين المحافظين Progressive Conservative لا يزالون هم الذين يسيرون الأمور في المحافظات. وهم كما نعرف على يسار الحزب المحافظ في السياسة الكندية. يعني هذا شيء مهم جدا معرفه. يعني عندما نرى مثلا أحزاب المحافظين في المقاطعات يدعمون المحافظين على المستوى الفيدرالي، كان في انتخابات العام 2011 الذي وفي العام 2008 في 2011 كان داني ويليامز اللي هو زعيم حزب المحافظين التقدميين بنيوفاوندلاند أند لابرادور قاد الحملة ضد ستيفن هاربر وطلع مشروع الـ ABC All But Conservatives. يعني تصور أنه هو كان زعيم محافظة، رئيس وزراء محافظة من المقاطعة من المحافظين، وكان زعيم الحملة ضد رئيس الوزراء الأسبق ستيفن هاربر في الانتخابات، وطلق يعني أطلق شعار الـ ABC أو Any but conservatives or All but conservatives. يعني وهذا كانت يعني السابقة في السياسة الكندية حتى نرى تمايز المحافظين التقدميين أو الريد توريز في الذين يأتون يعني أو قوتهم هي في الشرق الكندي ضد المحافظين اليمينيين في الحزب المحافظ. يعني لا نريد أن نتحدث عن حرب طبقية، صراع طبقي، ولكن بالنسبة لكندا ككل المقاطعات الغربية هي المقاطعات الغنية،
والمقاطعات في الشرق الكندي هي مقاطعات إلى حد ما ذات إمكانيات محدودة، وبالتالي إن لم نتحدث عن صراع طبقي بما كان معروفا في بلادنا قبل أن نأتي لهنا، ولكن في هنالك جذور لهذا الصراع الطبقي، أن المقاطعات الفقيرة، المقاطعات التي تعاني من اقتصاد هش مقارنة بالمقاطعات الأخرى، تعتمد كثيرا على المساعدات الحكومية، وتعتمد كثيرا على وجود حكومة فيدرالية قوية في أوتاوا لتستطيع أن تنال منها المساعدات. وهذا هو الصراع في السياسة الكندية. المحافظون بشكل عام على الصعيد الكندي يريدون أن يخففوا من وزن ووجود الحكومة الفيدرالية، بينما إذا كانت الحكومة الفيدرالية أقل قوة وأقل وجودا ستعاني المحافظات الفقيرة من هذا، لأنها تعتمد على مساعدات الحكومة الفيدرالية. طب أنا يعني في أنا اللي بقى في ناس من اللي بعرف ناس من اللي يجي من مقاطعات من هاي لمنطقة الأونتاريو بالذات منطقة الجي تي اي اللي بيحكوا عن الفقر. يعني أنا مرة قرأت تقرير إنه قبل سنين كان في ناس في نوفا سكوشا حتى توصل فيهم مرحلة إنه بالشتاء ما يقدروا يدفعوا فواتير الكهرباء لأنه كانت كتير يعني فقر كان شديد. بس بيقولوا إنه بخلال العقدين الأخرانيين أو العشر سنين حتى الأخرانيات بلشت شوية الاقتصاد خاصة في نوفا سكوشا في هاي بلش يتحسن. فما بعرف مين اللي هل مين الأحزاب اللي كانت وقت هذا التحسن إذا عن جد. أنا هذا اللي طبعا اللي بحكي اللي بسمعته، فمين اللي أنجز هاي وكيف كيف 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 تحسن الوضع؟ يعني الموضوع أكثر من موضوع أحزاب وحكومات، كان تغير كامل في الاقتصاد. يعني كان وجود النفط في نيوفاوندلاند أند لابرادور عمل جديد إلى دفع العجلة في الاقتصاد في تلك المنطقة. هذه المقاطعات كما أشار أخي حسن في البداية أنه تعتمد على الصيد والزراعة، ونحن في كندا يعني هذه أمور موسمية. يعني حتى السياحة كذلك، يعني الثلاث القطاعات زراعة سياحة والثروة السمكية، والثلاث هي موسمية، وهي موسمية وكانت تؤدي إلى كثير من المشاكل. فعندنا الإكواليزيشن بلان تبع الحكومة الكندية، فكل الحكومات الكندية دفعت بهذا الاتجاه، لكن التقدم الملحوظ الذي حصل على عدة مستويات، أولا جاء من بعض من الإميجريشن. يعني كان الجزء الأكبر من الإميجرانتس بيذهبوا للغرب الكندي للشغل أو للمقاطعة أونتاريو والمدن الكبيرة تورونتو ومونتريال وفانكوفر. حظيت بعض المدن مثل هاليفاكس وسان جون مثلا وفريدريكتون بجزء من القادمين الجدد. أضف إلى ذلك التحول الاقتصادي على في كل مستويات على كل المستويات في كل العالم، من اقتصاديات في المانيفاكتشرينج والصناعة إلى اقتصاديات السيرفيسز والخدمات. التقدم التكنولوجي دفع بهذه المقاطعات. مثلاً الآن ترى الكثير من شركات الكمبيوتر والاتصالات مثلاً والتكنولوجيا الجديدة هي ليست بحاجة إلى إنفراستراكشر كبير، فتراها موجودة في فريدريكتون أو في مونكتون أو في سان جونز أو في هاليفاكس، وهذا دفع بعض العجلة في تلك الاقتصاديات من كونها تعتمد كليا على الزراعة والصناعة والزراعة والسياحة والثروة السمكية إلى أن يكون في خدمات واتصالات واقتصاد تكنولوجيا في تلك المقاطعات. هل كان للتعليم دور؟ أنا بس تكميلا، لأنه أنا لاحظت إنه صارت في جامعات كتير برضو في بهاليفاكس وبمدن تانية. في يعني أنا من الناس اللي مرة اتصلوا في جامعة، بس أنا كنت أوريدي بشتغل في بمنطقة بهاليفاكس، نسيت إيش اسم المدينة،
بس لاحظت انه في صارت معاهد او 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 كثير, وشفت ناس من هون بيطلعوا يدرسوا بنوفا سكوشا او في نيو برونزويك حتى. يعني في عندك جامعات مثلا دالهاوزي يونيفرسيتي, دالهاوزي اللي هي من 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 اهم الجامعات في كندا, ليس في كندا ككل, وجامعات كثيره. كان في خطوات مهمه للحزبين الليبرالي والديمقراطي الجديد بالمطالبه دائما بدعم التعليم, والتعليم حظى بالكثير من الدعم على جميع المستويات في الحكومه الفدراليه والحكومات المحليه. يعني برنس ادوارد ايلاند مثلا كان رئيس وزراء لثلاث دورات متتاليه. روبرت غز هو من اصول لبنانيه, ووالده كان سابقا رئيس وزراء برنس ادوارد ايلاند لفترات طويله في تلك المقاطعه. روبرت غز كان عندما كان زعيم للحزب الليبرالي هنالك ورئيس وزراء للمقاطعه, كان في صلب اولوياته دعم التعليم والجامعات والمعاهد. ستيفن ماكنيل مثلا في يعني اشار الى انه يريد نهضة في نوفا سكوشيا, وهذه النهضة قوامة جناحين التعليم والهجرة. يعني مثلا عندما جاءت كندا بمشروع الاتيان بقادمين الجدد من سوريا كلاجئين مثلا, كانت مقاطعة نوفا سكوشيا قيل أنها كانت الحكومة الفدرية تريد أن توزع الأعداد على المقاطعات. حصة نوفا سكوشيا كانت 1250 شخص. قالت نوفا سكوشيا نحن بحاجة إلى أكثر من 2000 منهم في المرحلة الأولى وقد نأخذ أكثر. يعني وهذه يعني كانت بادرة مهمة. ونرى أن المهاجرين في تلك المقاطعات أخذوا دور. يعني مثلا في نوفا سكوشيا هنالك ثلاث وزراء في الحكومة الحالية من أصول لبنانية. أنا بعرف كمان إنه الميناء, سوري بس الميناء, حتى في بعض المهاجرين اللي إجوا من سوريا ومن غيره إجوا عن طريق الميناء. اللي إجوا من يوروب إجوا عن طريق الميناء اللي هو معروف, اللي كانوا يجوا المهاجرين لكندا الأدم, فإجوا عن طريقه واستقروا في, حتى في واحد أعتقد مهاجر سوري عمل مصنع شوكولات بوحدة من هدول, انشهر كتير وصار بيصدر لكل ولكن هذا جديد, هذا مش من أيام جدي, هذا لا جديد, هذا مهاجر سوري اللي عم تحكي عنه هذا جديد. أنا عم بقول مهاجر سوري جديد, يعني قصدي إنه الناس كانت بتطلع دائما المهاجرين هم يجوا على أونتاريو, بس هدول اجوا على منطقة نوفا سكوشا وعملوا واسسوا نفسهم وعملوا بيزنس وكذا من نفس هذيك المقاطعات اللي الناس ما كانتش, المهاجرين بالذات الجدد ما كانوا يركزوا عليها قبل هيك. يعني التايتانيك كان في علامتنا يقال انه اكثر من 100 لبناني في, ونحن بنحكي على 1913 في اوائل 1900 كان الهجرة من الساحل السوري ككل, من لبنان ومن فلسطين ومن سوريا, كلهم كانوا يجوا على نوفا سكوشيا. يعني كانت محطة قديمة وكبيرة. حاليا يعني في نوفا سكوشيا حتى المناطق الصغيرة كانت تستقطب الناس. الشخص اللي تكلمت عنه طارق هدهد الذي أسس شركة Peace for Chocolate, هو يعيش في قرية صغيرة اسمها أنتقوش, وفي أنتقوش يعني العدد السكان كله 2000 نسمة يعني, وخلق شغل لأكثر من 50 شخص في نفس في قرية صغيرة. فكانت حتى الحكومات تركز على أنه يعني القادمين الجدد الذين يأتون إلينا هم من هذه البلاد. أول هاي رايز يعمر في هاليفاكس مثلا
يعمروا شخص لبناني، هو القنصل الفخري للبنان حاليا في نوفا سكوشيا. فالكثير من أبناء الجالية العربية، أهم البيلدرز في نوفا سكوشيا هم عراقيين ولبنانيين. أنا بس حاب أذكر الجميع إنه جميع حلقاتنا موجودة على اليوتيوب تبع كنار تي في، تروحوا على كنار تي في لايف، تدخلوا على بلاي ليست السياسة الكندية راح تجدوا كل الحلقات السابقة، لأن هاي سلسلة يا جماعة ولازم تحضروها كاملة مش مقطعة. في بس سريعا قبل ما أكمل، في أخ وصديق من تونس بتكلم عن بسأل عن موضوع الهجرة، اللي إحنا بنتكلم اليوم عن موضوع السياسة، ففي عنا حلقة كاملة عن الهجرة الكندية ممكن تتابعها كل يوم جمعة الساعة 5 بتوقيت أوتوا أو توقيت الشرقي لكندا، الساعة 12 بتوقيت مكة المكرمة. أنا كنت أسأل الأستاذ حسن بس شكله عنده connection problems. anyway حننتقل للمقاطعة هاي الأستاذ حسن، خلينا أستاذ حسن أنا بدي أسألك سؤال عن المقاطعة الأكبر مساحة اللي هي نيوفاوندلاند لابرادورز، لو تتكلم لنا عن السياسة شوية فيها، عن سياسة المقاطعة وإذا شوية سياسة الفيدرالية. قبل أن نجيب على هذا السؤال دكتور جمال، أريد فقط أن أعاقب على ما قيل سابقا من قبل الدكتور هشام عن قضية التعليم. قسم من أحد أسباب ذهاب الطلاب للدراسة في شرق كندا هو تكاليف المعيشة. نعم. يعني كما نعرف أن تكاليف المعيشة في أونتاريو أو في غرب كندا تكاليف المعيشة عالية، بينما تكاليف المعيشة في الشرق الكندي أخف، وبالتالي وهذا هو سبب عاملين أثرا على تاريخ المنطقة. العامل الأول أن المهاجرين الجدد كما قلنا سابقا كانوا دائما يأتون تاريخيا في البواخر ويأتون إلى شرق كندا، ولكن لا يستمرون في الحياة في شرق كندا بسبب أن فرص العمل كانت في الغرب، كانوا يتجهون يصلون إلى شرق كندا ويذهبون إلى الغرب، لذلك عدد السكان في الغرب الكندي وفي كيبيك وأنتيريو أكبر. أما بالنسبة للدراسة المسألة هي مسألة عكسية، الطلاب يبحثون عن مكان تكاليف المعيشة في بالنسبة للدراسة أقل كلفة، والشرق الكندي كان من هذه الأماكن. ومن الجامعات التي تحدثت في إحدى الجامعات مثلا جامعة مونكتون، كان عدد كبير من اللبنانيين يأتون إلى جامعة مونكتون، أعرف كثيرين منهم، أولا لسبب هو أنها بالنسبة للبنانيين على الأقل أنها باللغة الفرنسية، ومن ناحية الثانية كذلك كما قلنا تكاليف المعيشة. نعود لنيو فاوندلاند. نيو فاوندلاند كما نعرف هي في أقصى الشرق الكندي، وهي آخر المقاطعات التي دخلت إلى الاتحاد الكندي، دخلت عام 1949 على ما أذكر، وكانت آخر واحدة، ودخلت نتيجة استفتاء، أجرى استفتاء في المحافظة ودخلت في عام 1949. وكما نعرف الاسم الرسمي هو نيوفاوندلاند أند لابرادور، والذي ينظر إلى الخريطة الجغرافية يجب أن يجد أن لابرادور جغرافيا هي ملاصقة لكيبيك وليست ملاصقة لنيوفاوندلاند، والذي حصل أنا لتدخل إحدى محفزات دخول نيوفاوندلاند للاتحاد الكندي كان أن الحكومة الفيدرالية أعطتها لابرادور، وهذا ما يشكل حتى الآن ما بين الوطنيين أو القوميين الكيبيكيين نوع من الإحساس بالإشحاف من قبل الحكومة الكندية أنها اقتطعت جزءا من كيبيك، لأنهم بالنسبة لهم هذا جزء من كيبيك وأعطته الحكومة الفيدرالية لنيوفاوندلاند. من ناحية أخرى نيوفاوندلاند كما قلنا أو بالأحرى نيوفاوندلاند هي الأرض الجديدة أو الأرض الموجودة جديدا. بالنسبة للفيدراليا عندها 7 نواب، 6 منهم بالNDP. بالنسبة للمحافظة عندهم 40 نائب من أصل 40، عندنا 20 للليبراليين
وزعيمهم هو أندرو فيري، و15 للمحافظين، 3 للNDP و2 إندبندنت. الذي فاز في الانتخابات عام 2019 كان دوايت بيل، هو رئيس الوزراء المستقيل الآن. دوايت بيل هو الذي فاز في الانتخابات عام 2019، طبعا هو ليبرالي، ولكن اضطر للاستقالة بعد بعض الاتهامات بأنه أعطى عقود لأشخاص مقربين من الحزب الليبرالي، وهو زعيم الحزب الليبرالي، بدون أن يكون هنالك نوع من المنافسة التجارية. فاضطر دوايت بيل للاستقالة، وأتى مكانه أندرو فيري، وهو حديث الآن، حديث العهد، استلم السلطة في 3 من شهر أغسطس، 3 من آب 2020. النيوفاوندلاند كما قلنا عن المقاطعات السابقة، يعتمد اقتصادها، أو كان على الأقل يعتمد على النواحي الثلاثة: سياحة، زراعة، وثروة سمكية. الآن تم اكتشاف النفط في 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 البحر بالقرب من من بشواطئ المياه الإقليمية لنيوفاوندلاند، وأصبح النفط جزء من اقتصادها أيضا. إحدى الطرف عن قضية كما تحدثتم كانت البواخر تأتي فيما مضى في بداية كندا إلى مرفأ سان جون في نيوفاوندلاند. عندما كنت شابا عملت مهندسا في شركة دي هافيلاند في أونتاريو، وكان المسؤول عني في العمل هو بريطان. روى لي هذه الطرفة أنه عندما أتى إلى كندا، طبعا يأتي في البواخر، وكان هو يعمل في بريتش كولومبيا، في أحد الأيام أتته رسالة من عائلته في بريطانيا تقول لها أن ابن عمك فلان آتي إلى كندا وسيصل إلى مرفأ سان جون بتاريخ كذا، إذا ممكن أن تذهب وتستقبله في المرفأ. وهذا الرجل هو في بريتش كولومبيا، فكتب لهم أن سان جون نيوفاوندلاند لا تزال أقرب إلى بريطانيا من بريتش كولومبيا، وإذا أنتم أقرب إلي إذا أمكن أن تأتوا أنتم وتستقبلوه عندما يصل إلى المرفأ. هذا يعطيك فكرة عن مساحة كندا أولا، ويعطيك فكرة عن تاريخ الهجرة إلى كندا. كان الكثيرون أو الكل يمر عبر المقاطعة الشرقية، ومن ثم يهاجر شيئا فشيئا إلى الغرب. صحيح. مهم إضافي عن رئيس وزراء نيوفاوندلاند اللابرادور الجديد، يعني هو ربح الانتخابات انتخابات داخل الحزب الليبرالي كليدر في آب، وأصبح بريمير ديزيجنت. لم يربح مقعد في الانتخابات إلا الأسبوع الماضي، فالأسبوع الماضي أصبح نائب، وأصبح البريمير رسميا صاحب مقعد في برلمان نيوفاوندلاند اللابرادور. هو شاب مواليد 75، طبيب عظام مشهور، اشتهر بالعمل خارج البلاد مع منظمات غير حكومية في هايدي وفي مكان، وهو من أشد مناصرين للقضية الفلسطينية، وزار فلسطين وعمل في فلسطين كطبيب زائر في مستشار في فلسطين، وكطبيب عظام يذهب إلى الأماكن تطوعيا، وذهب إلى فلسطين. يعطيك العافية، شكرا على هالمعلومة. طب لحظة، إذا أعطيتني أخي جمال نقطة مهمة، سأستفيد من هذه الفرصة عندما الحديث عن انتقال السلطة في نيوفاوندلاند، لأن هذه نفس القاعدة تنطبق على كل أرجاء كندا بما فيها الفيدرالية، الاتحاد الفيدرالي أو المقاطعات. كيف يتم انتقال السلطة؟ يعني مثلا عندما يستقيل رئيس وزراء، يستقيل أو يقال أو يتوفى مثلا، ليس بالضرورة، ليس من الضروري إجراء انتخابات جديدة. يعني الحزب الحاكم، يعني في هذا الوضع كان الحزب الحاكم هو الحزب الليبرالي، استقال زعيم الحزب الليبرالي الذي هو تلقائيا رئيس الوزراء. الحزب الحاكم
يختار زعيما جديدا، والزعيم الجديد يصبح رئيس وزراء. والخيار للحزب الحاكم إذا طبعا إذا كان حكومة أكثرية، والخيار للحزب الحاكم هل أنه يريد أن يجري انتخابات أم أنه يريد أن يستمر في السلطة، وفي أكثر الأحيان يستمر في السلطة. وهذا ينطبق كثيرا من الأوقات، الناس يتساءلون كيف يتم انتقال السلطة، هذا هو انتقال السلطة. طبعا في عندي نقطة هون تحديدا في الماريتايم، بس بالذات برضو في نيو برونزبيك أو اللي هي برنس إدوارد آيلاند، اللي سمعته عنها إنه الناس هناك بالعادة سوشيالي من ناحية اجتماعية هم كونزرفاتيفز، هم محافظين من ناحية اجتماعية، بس لما تيجي للسياسة هم ميالين للسوشاليست. بعرفش هاي، يمكن هذا لأنه المقاطعات كانوا فقيرة، بس كيف هذا بيأثر؟ لأنه يعني إنك تكون كشعب سوشيالي محافظ وتيجيك حكومة سوشاليست أو حكومة على اللي هي الليفت زي ما بقولوا، شو التحديات اللي بتواجهها هيك حكومات بينها توازن بين الفكر الليبرالي اللي هي اللي بتمثل الأحزاب اللي بتمثل الأحزاب هاي، والفكر الكونزرفاتيف السوشيال اللي عند الشعوب لهالمناطق هاي تحديدا؟ يعني ترجع لمالتوس ثيوري بالاقتصاد، مهم جدا انه انه المأكل والمسكن يجي اولا. يعني في حالات الوضع الفقر، الناس هي بحاجه الى الاحزاب اللي بتساعدها، وكما اشرنا بدايه انه معظم الاقتصاد هو اقتصاد موسمي، هنالك الصيادين والمزارعين هم بحاجه الى حكومه تدعم لقمه عيشهم وقضاياهم والانيمبلويمنت بتاعهم. فهذا الظهور الى اليسار مهم جدا، كونهم اقرب الى البحر، ومعظم القادمين الجدد ياتون الى تلك البلاد عبر المئات السنين. يعني هم من اكثر المتنورين عما يحصل خارج البلاد تاريخيا، يعني قبل جلوبالايزيشن والانترنت. أضف إلى ذلك أن الكونزرفاتيزم بهذه المنطقة هو مثل ما أشرنا، هو ريتوري وتقدم أكثر من أي شيء. يعني حتى المحافظين في مناطق في تلك المناطق عندما تصفهم كمحافظين، هم ليسوا محافظو الكنيسة مثل اليمين في ألبرتا مثلا. يعني هم تقدميين بالنسبة ل موضوع الإجهاض أو السيم سكس ماريج، مواقفهم أقرب إلى الحزب الليبرالي من مواقف المحافظين على اليمين في الغرب الكندي. هل في تأثير؟ لأنه أنا بس على السريع، لأنك ذكرت الاقتصاد، وأنا من الناس اللي اشتغلنا مرة في مشروع مع شركة اللي هي تعمل فرايت أو 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 نقل يعني بين دولتين، وكانت كتير بتعمل شغل مع أمريكا. يعني أنا اللي لاحظته إنه يعني إحنا مع إنه إحنا مجاورين وأونتاريو بقولوا كتير، بس لاحظت إنه في كتير بزنس، خصوصاً بزنس الشحن وغيره، بيتم عن طريق نيو برونزويك مش عن طريق أونتاريو. طريق هاليفاكس. يعني أنت إذا بدأت تنظر السفن الكبيرة التي ترسو في المرافق مثلاً، إذا عندك شحن دولي ما بيجيك على مونتريال، بيجيك على هاليفاكس أو بوسطن. فبالنسبة للشحن الدولي، هاليفاكس مرفق المرافق في الماريتايمز، عفواً، هي مرافق مجهزة للسفن الكبيرة، غير ما نراه في التجارة الداخلية عبر أونتاريو مثلاً، عبر ليك سوبيريور أو في مونتريال عبر سان لوران، هي مجهزة للسفن الصغيرة. نعم. أستاذ حسن، أنا يمكن بدي أرجع. تفضل عفوا. لا، أريد أن أوضح فكرة وضحناها مرارا وتكرارا، ولكن يجب أن نوضحها دائما، خاصة إذا كان هنالك من يستمع لنا لأول مرة. مسألة تصنيف اليمين واليسار والمحافظين والتقدميين في سياسة الكندي، هذا أمر مهم.
عندما نقول يمين ويسار أو تقدمين ورجعيين أو تقدمين ومحافظين، يجب ألا نقيس على ما اعتدنا عليه في بلداننا العربية، في بلداننا الأصلية، من هذه من هذا التوصيف. يعني عندما نقول أنهم محافظون لا يعني أقصى اليمين، وعندما نقول أنه تقدمي لا يعني أنه أقصى اليسار، وإنما عندما نستعمل هذه التعابير نستعملها حصرا على السياسة الكندية. يجب ألا يحمل الكلام أكثر من معناه. نعم. تفضل أخي زمان. شكرا على التوضيح، لأنه فعلا اليساريين هم مش معناه شيوعي أو اشتراكي. أيوة. يس يختلف. طيب أنا بدي أسألك سؤال عن المقاطعة الثالثة اللي هي نيو برونزويك. إحنا حكينا عن مقاطعتين إلى الآن، سياسيا لو تشرح لنا وضعها أكثر كلنا أذان صاغية. نيو برونزويك أخي العزيز كان فيها انتخابات عام ألف و... لا فلنبدأ بالحديث عنها الصعيد الفيدرالي. على الصعيد الفيدرالي عنده 10 أعضاء في مجلس الشيوخ وعنده 10 نواب. نعم. العشر نواب 10 أعضاء في مجلس العموم، من العشر عندك 6 ليبراليين، 3 محافظين وواحد من الخضر. يعني تعطيك فكرة مدى اعتماد الحزب الليبرالي الكندي على التأييد الذي يحصل عليه في حزب في الشرق الكندي. نعم. في جرت انتخابات عام 2018 ولكن لم تكن نتائج حاسمة جدا. حصل الحزب المحافظين على 22 نائب وحزب الليبراليين على 21 نائب من أصل 49، وكان هنالك 2 لحزب محافظ واثنين للخضر، 3 للخضر واثنين لحفظ، لحزب محلي إلى حد ما من المحافظين. استمرت هذه الحكومة في الحكم من عام 2018 حتى المرحلة الأخيرة، جرت انتخابات. نحن الآن يعني حصلت الانتخابات في 14 سبتمبر 2020. اللي حكيته شيء حلو حابين نركز عليه، كان 21 ليبرالي، 22 كونزرفاتيف، 3 جرين، واثنين حزب محلي. يعني كانت حكومة أقلية ولكن أقلية هشة. يعني مثلا عندما نقول أقلية في أوتاوا عندهم أقلية ولكن ليست هشة، ليس هنالك عدم استقرار. ولكن في نيو برونزويك هذه الانتخابات، انتخابات سبتمبر أيلول 2018، أعطت نتائج حكومة أقلية غير مستقرة. حتى في الأيام الأولى أو الأسابيع الأولى كان هنالك صراع من يستطيع أن يشكل الحكومة، هل الليبراليون أم المحافظون. المسألة هي ليست فقط من عنده عدد نواب أكبر، يعني تقليديا الذي عنده عدد نواب أكبر يطلب منه أن يشكل الوزارة. صحيح. ولكن الهدف الأساسي هو من يستطيع أن يشكل حكومة مسؤولة ومستقرة. ولذلك كان سباق. نعم. إذا ممكن ضيف لك كلمة، يعني في بريتش كولومبيا الحكومة الحالية هي عندها 41 من الـ NDP و43 من الليبرال و30 من الخضر. فالخضر قرروا يدعموا الـ NDP، فالحكومة في بريتش كولومبيا هي بزعامة الـ NDP، مع أنه ليس لديهم عدد أكبر من الليبراليين. الليبراليين عندهم 43، الـ NDP 41، يعني الخضر 3. فالخضر قرروا يدعموا الـ NDP، وبناء عليه شكلت حكومة من الـ يعني الحاكم العام ممثل الملكة تقليديا عليه أن يطلب من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب ليشكل الحكومة تقليديا. كونزرفاتيف كانوا. أيوة تقليديا. ولكن خلال الأيام الأولى يجب هو أن يحصل على دعم من البرلمان، كما يكون تصويت الثقة. نعم. وإن كان عنده عدد أكبر ولكن ليس هنالك من هو مستعد للتعاون معه لتصويت لإعطائه الثقة. سيصبح واضح لأنه لن يستطيع أن ينال ثقة البرلمان. وهنا يصبح الخيار، هل نعيد الانتخابات؟ والناس عادة لا تريد العودة لصناديق الاقتراع مجرد أيام أو أسابيع بعد النتيجة.
وهنالك خطر أن تكون النتيجة مماثلة لما تمت عليها قبل أيام. وبالتالي يحاول السياسيون تحاشي العودة للانتخابات بعد الانتخابات التي مروا بها بفترة وجيزة، يريدون أن يعطوا الفرصة للرأي العام أن يتغير مزاجه وتتغير توقعاته. المهم تم تشكيل الحكومة، ولكن كانت كما قلنا وأصبح هنالك نقاش ونقاش إلى حد ما حاد ما بين الأحزاب. ما أصبح هنالك نوع بإمكاني أن أقول تسول الحزبين الصغيرين للحصول على دعمهما، يعني كما يقولون عندنا في اللبنانية بيضة الإبان، يعني عندك حزبين كل واحد عنده نائبين أو ثلاث نواب، ولكن هو الذي يسيطر اللي يرجع وكلا الحزبين الكبيرين كان عليه أن ينال ودة، يخطب ود هذين الحزبين الصغيرين. المهم حصلت بعد تقريبا عامين من الحكم، وحكم غير مستقر، حكم هاش، اضطرت الحكومة أن تستقيل وجرت انتخابات جديدة. أفرز محافظين. نعم محافظين. أيوة. محافظين محافظين يا أخي، كانت الحكومة محافظين، وهو نفس الشخص الذي بقي الآن استطاع أن يعود للانتخابات ويحصل على حكومة أكثرية. أوكي. يعني بعد عامين من حكم كرئيس وزراء حكومة أقلية هشة وضعيفة وغير مستقرة، عاد للانتخابات، وكانت الانتخابات في 14 سبتمبر، يعني منذ حوالي شهر تقريبا. فكانت النتيجة 27 للمحافظين، نفس رئيس الوزراء بلين هيجز، والليبراليين حصلوا على 17، حزب الخضر على 3، والحزب الصغير الآخر الذي هو حزب إقليمي على نواب 2. وبالتالي عاد حزب المحافظين إلى السلطة ولكن بأكثرية. وهذا ما يعني أسترسل بعض الشيء لأقارن فيما يحصل في أوتاوا الآن. لهذا أحزاب المعارضة تعود كما يقولون عندنا باللبنانية للعشرة قبل أن تسحب الثقة من الحكومة الأقلية. يعني الهدف ليس فقط إسقاط الحكومة الحالية وإن كانت حكومة أقلية، ولكن ماذا يجري بعد أن نسقط الحكومة. قد نستطيع سحب الثقة من الحكومة الموجودة حاليا، ولكن إذا لم تجري الرياح بما تشتهي السفن، قد تأتي نفس الحكومة ولكن تصبح أكثرية. صحيح. وبالتالي أحزاب المعارضة تعيد حساباتها، لا أقول للمرة 20 وربما، ولكن ربما للمرة 1000، قبل أن تسقط حكومة أقلية، حتى تستطيع، ليس هنالك ضمانة، ولكن على الأقل حتى يكون عندها نوع من الضمانة أو نوع من الثقة أنها بإمكانها أن تحصل على إنجازات وتستطيع أن تحسن وضعها في البرلمان. هذا ما يحصل، وهذا ما تعتمد عليه الحكومات الأقلية. هذا ما يحصل الآن في مقاطعة بريتش كولومبيا. كان يحق لجون هورغان وهو بدعم من الخضر أن يبقى رئيساً للوزراء حتى العام 2021، لكن استطلاعات الرأي تقول أنه هو متقدم، فقرر أن يسقط حكومته وهي حكومة أقلية ويدعو إلى الانتخابات، وعندنا انتخابات في 26 شهر، وقد يعود إلى الحكم بحكومة أغلبية للحزب الديمقراطي الجديد في بريتش كولومبيا. عفوا، كما يقولون الشيء بالشيء يذكر. فيما مضى الآن في كثير من المقاطعات والاتحاد الفيدرالي هنالك انتخابات في فترة في تواريخ محددة. فيما مضى لم يكن هذا موجودا، كان على المجلس بشكل عام يعني أن ألا تستمر الحكومة أكثر من 5 سنوات، يعني عمرها حد أقصى 5 سنوات، ولكن لم يكن هنالك تاريخ محدد لإجراء انتخابات. كان الكثير من السياسيين الذين هم في السلطة يديرون شؤون الدولة وعيونهم على استطلاعات الرأي، عندما يجدوا أن استطلاعات الرأي لصالحهم كانوا يدعون للانتخابات حتى ولو بعد 3 سنوات حكومات أكثرية. يعني مثلا روبير بوراسا، عندنا في كيبك نقول بوراسا بريمير، بوراسا الأول وبوراسا الثاني، لأنه حكم دورتين ومن ثم خسر الانتخابات، أتى حزب الكيبيكي، وبعد دورتين للحزب الكيبيكي عاد بوراسا مرة أخرى، ولكن أكثر حكمة وأكثر تجربة. لذلك هنا في كيبك نقول بوراسا الأول وبوراسا الثاني، وكأنه شخص مختلف. بوراسا الأول
أجرى الانتخابات، كان عنده حكومة أكثرية وحكومة أكثرية جامدة قوية، يعني لم يكن للمعارضة إلا 3 نواب أو 7 نواب من أصل 100 نائب. ولكن عندما كان يجد أن الفرص سانحة ليعود لصناديق الاقتراع كان يعود لصناديق الاقتراع، يعني دورتين بحكومة أكثرية كانت 6 سنوات. لذلك أصبح الآن هنالك الانتخابات بفترة محددة حتى يقطع الطريق على حكومة الأكثرية أن تحكم بناء على استطلاعات الرأي، يجب أن تحكم بناء على الأولويات في السلطة. وكذلك رأي أمر آخر، كانت الحكومات عندما يكون عندها قرار صعب يجب أن تأخذ وقد يكون أقل شعبية، كانت تجري الانتخابات قبل أن تتخذ هذا القرار. تجري انتخابات وبعد أن تفوز تأخذ هذا القرار الصعب الذي يزعج الناس، وفي نهاية الدورة قد ينسون أو قد تأتي أمور أخرى. ولذلك أصبح عندنا الآن في كندا بشكل عام انتخابات في تاريخ تواريخ محددة. بقي الاستثناء عندما يكون حكومة أقلية، وخاصة إذا كانت حكومة أقلية هشك أو وعدم استقرار كما كان في نيو برانسويك، وقتها يصبح أمر اضطراري أن يعود الناخبون للانتخابات بعد فترة قصيرة. أنا سأقول كان زمان يمكن عينهم على استطلاعات الرأي السياسيين، هلا عينهم على تويتر. ما هو ما هم مرتبطين ببعض يا أخي دكتور هشام، هو نفس الشيء. بلا زمان كانت الاستطلاع يتم والناس تعمل، هلا كل شيء على تويتر. فأنيوي أنا أنتقل للدكتور نور وأسأل عن آخر وحدة من هدول المقاطعات اللي هي أصغر وحدة، اللي هي برنس إدوارد آيلاند أو بي إي آي كم زي ما بسموها، اللي بنعرف عنها إنها يمكن أصغر مقاطعة في كندا، ما بوصلش عدد سكانها يمكن 160,000 آخر إحصاء. فشو هي يعني، هل إلها ثقل سياسي أو أي حتى دور في الـ في الـ في الـ في الـ في الفيدرال أو في طبعا البروفينشال إلها يعني حكومتها، فبس حبينا نعرف يعني البريمير أو رئيس وزراء المقاطعة له كرسي على الطاولة مثل كل رؤساء المقاطعات، وهذا الثقل موجود كمقاطعة يعني تعتمد كثير على الزراعة، وكما قلت يعني عدد سكانها لا يتجاوز 160,000 نسمة. أكبر مدينة عاصمتها شارلوت تاون هي يعني 30,000 نسمة أو 32,000 نسمة، يعني ما ليست بالكبر. ولكن مع ذلك لديها يعني مجلس عموم خاص فيها مشكل من 27 نائب، يعني هي المقاطعة عندها 4 نواب في البرلمان الفيدرالي، ولكن عندها حكومة خاصة ووزراء و27 نائب في لدى المقاطعة، وتحاول أن تلعب دورة مثل ما بيقولوا بالإنجليزي to punch above its weight يعني. بس وجودها على الخارطة الجغرافية أعطاها وجود سياسي، والحزب الليبرالي يعني شكل أغلب حكوماته في بعض الأحيان، يعني كان فاز الحزب الليبرالي بكل أصواته يعني بكل الدوائر. يعني الشرق الكندي ككل في العام 2015 في 32 نائب، ترودو فاز ب 32 نائب الحزب الليبرالي، وهي التي أعطته الدعم الأكبر والرافعة الكبيرة. وحتى يعني يقال إنه في دوائر ربحها الحزب الليبرالي كان يحلم بأنه يربحها، يعني مثلا جاك هاريس اللي هو كان نائب عن حزب الان دي بي، أو بيتر ستوفر يعني قال رئيس وزراء ترودو إنه ولا ممكن إنه يربح هيك دوائر، لكن هوى الشعب هنالك قال إنه في ضمن تصويت استراتيجي صوت كله للحزب الليبرالي وربحوا 32 نائب من بينهم 4 في برنس إدوارد آيلاند. جدير ذكره كما قلت سابقا إنه جورج غز كان رئيس وزراء على أيام ترودو الأب لبرنس إدوارد آيلاند، وهو كان أحد القادمين الجدد إلى كندا،
وبعدها بسنوات طويلة يعني توفي جورج غز وكان ابنه لا يهتم في السياسة، وبعدها دخل ليشتغل في مكتب كريتيان، وفي عمر 28 انتخب زعيما للحزب الليبرالي في برنس إدوارد آيلاند ورئيسا لحكومة أغلبية في برنس إدوارد آيلاند لثلاث دورات متتالية، وبعدها تقاعد وهو في سن 40. يعني إذا في حضور عربي في السياسة في هذه المقاطعات؟ طبعا طبعا يعني كما قلت في نوفا سكوشيا هنالك ثلاث وزراء حاليين من أصل لبناني، اللوبيات العربية عامة يعني أكثرهم من أبناء الجالية اللبنانية لأن هجرتهم قديمة في تلك المنطقة. نرى تأثير الآن لبعض الجاليات الجديدة في هاليفاكس مثلا، الجالية العراقية مثلا والجالية السورية حال جديد مجددا، ولكنهم يعني لهم وجود في كل الأماكن، في الطب، في السياسة، في الأعمال، في الجامعات. يعني نائب رئيس جامعة مونكتون مثلا هو من أصل فلسطيني. في هنالك الكثير من أبناء الجالية العربية الذين يلعبون دور في هذه المقاطعات. تفضل أستاذ حسن. نقطة مهمة، إذا اطلعنا على مثلا عدد النسبة المئوية لعدد السكان العرب أو المسلمين أو كذا نجد أن عدد قليل جدا وتأثيرهم أكبر من عددهم، هذا أمر مختلف عما هو عليه نحن هنا في كيبك أو في موريال أو كذا. نعم. هنا عدد كبير ولكن لا تجد تأثيرا في السياسة العامة. في الشرق الكندي عدد قليل ولكن هناك تأثير. يعني أنا أذكر مثلا بوب جيز كان رئيس وزراء كما تفضل أخي الدكتور نور، كان من 2007 إلى 2015. أذكر عندما كان النقاش حول اتفاق ميتشليك، كان مؤتمر وألقى خطاب فعلا خطاب مؤثر، وقال للناس وقتها ويلدو. أنا ويلدو لا أيام تصور ويلدو ويلدو طبعا لا مزبوط جورج مزبوط ألقى الخطاب وقال فيه أنا ابن إنسان أتى من لبنان كبقال وعمل أعمال وأصبح الآن رئيس وزراء في هذا البلد وأجلس على نفس الطاولة مع كل، إذا كانت هذا البلد الكبير يتسع لأشخاص مثلي أنا لماذا لا يتسع للفرنسيين في كيبيك الذين هم من مؤسسي البلاد. يعني كان له خطاب مؤثر جدا وتأثير. يعني كان في محطات معينة من تاريخ، لأنك سألت دكتور جمال عن تأثير برنس إدوارد آيلاند في التاريخ الكندي، حتى قبل تأسيس كندا كان لها تأثير. يعني عام 1964 كان في مؤتمر تشارلتاون، وفي هذا المؤتمر تقرر تأسيس الاتحاد الكندي وأسس الاتحاد الكندي في عام 67، ولكن من مفارقات القدر أنها لم تدخل في الاتحاد عندما أسس في عام 67، دخلت 73. يعني قبل أن يؤسس الاتحاد كان المؤتمر في تشارلتاون، وكذلك عندما فشلت اتفاق ميتشلي كان هناك اتفاق آخر كذلك في تشارلتاون، كذلك كان اتفاق تشارلتاون. يعني دائما كانت برنس إدوارد آيلاند لها بصمتها على التاريخ الكندي الحديث. يعني دائما بإمكاننا أن نقول أن التأثير لا يأتي فقط من الحجم، من يعني طبعا الوزن الديموغرافي أو الوزن الاقتصادي قد يساعد، ولكن إذا كان عند للناس ما تقوله وما تقدمه إيجابيا بإمكانها أن تفعل حتى ولا إمكان وإن لم يكن يساعدها العدد. وأقول هذا الكلام بأننا سنختم الحلقة قريبا لإخوتنا وأخواتنا من أبناء الجالي، لسنا بحاجة ليكون مليون وعشر ملايين مواطن من أصل عربي حتى يكون لنا وزننا ويكون لنا فاعليتنا في هذا المجتمع. نعم. إن مساهمتنا في بناء هذا المجتمع عاجلا أو آجلا سيكون عنده نتائج.
والدليل على ذلك كما قلنا جيز الأب والابن. على فكرة نحن نقول جيز بالفرنسية هو الرز من قال الرز من لبنان؟ هو الرز الغز ولا الرز؟ الغز والله؟ بيت الغز يعني من يأتي من ضيعة جانب ضيعتي الكفير. أوكي أوكي أنا كنت أقرأ أنه من قال الرز. على كل حال ربما الترجمة هي على كل حال يعني كما رأينا الغز الأب والابن. وإن لم يكن هناك جالية قوية عربية في برنس إدوارد آيلاند استطاع أن يكون رئيسي وزراء واستطاع أن يترك أثرهما في سياسة مقاطعتهما وفي سياسة كندي. وبإمكان أي إنسان من الإخوة المستمعين والأخوات المستمعين والمستمعات الآن أن يكون لهم تأثير في السياسة الكندية وفي المجالات الأخرى الاجتماعية والاقتصادية وأي شيء آخر. يعني لا يحتقرن أحد منا ما بإمكاني أن أقدم لنفسي ولعائلتي وللمجتمع. وهذا هدف تسليط الضوء أول شيء على مواضيع بتهم المواطن اللي عايش في كندا، منها السياسة عشان نقدر نستطيع نندمج ونتعرف على السياسة الكندية. مش شرط أن نكون أعضاء في الأحزاب، بس لازم نكون فعالين في السياسة الكندية، نعرف مين ننتخب، متى ننتخب، كيف ننتخب، كيف نؤثر بالفولنتيريزم أو بالتطوع أو بدفع الأموال أو حتى الدخول في المعترك السياسي. وكذلك الأمر في أمور أخرى من الاقتصاد والثقافة والتعليم أكيد كل هذه الأمور مهمة جدا. أنا بدي يعني بس أقول الدرس اللي بنتعلمه من برنس إدوارد آيلاند إنه سواء من عدد العرب القليل اللي أثر فيها أو من عددها القليل اللي أثر في السياسة الكندية، هو زي ما قال الشاعر سعيد عقل وغنت فيروز كون إن تكون المجد كنت العددة. يعني اللي عنده يعني البوتنشل أو القدرة على إنه حتى لو كان العدد حتى لو كان قليل بس بيكون موازي للعدد. إن الكرامة قليلة. فمش عارف إحنا دكتور جمال وصلنا على الآخر أعتقد نترك الكلام للأخير للضيوف. دكتور نور إذا عندك أي شيء بتحب تضيفه؟ لا يعني على عدد أبناء الجالية العربية في الشرق الكندي هو قليل جدا مثل بريتش كولومبيا في الغرب الكندي، ولكن كما قلنا أنه كان لهم بصمات ووجود في السياسة، لأنه في كندا ككل عدد العاملين في السياسة قليل جدا. فإذا اختار مجموعة قليلة من أبناء الجالية أن تلعب دورا في السياسة سيكون لها تأثير حتى لو كانت أقلية وفي أي منطقة. سأذكر حادثة بسيطة. نحن في أوتاوا كان أحد الناس الذين سيترشحون إلى الكونسل في البلدية الياس الشنتيري في الغرب في غرب أوتاوا. استشار أحد الأصدقاء قال له إن بيسبول 3 strikes you're out، يعني 3 شغلات ضدك تخرج. أنت أول شيء كاثوليكي وهوني المنطقة كلها بروتستانت، أنت إميجرانت وكلهم هوني مزارعين فلاحين لوكال مزارعين فلاحين، وأنت منك من دور الهاي تك طبعا، فأنت you're automatically out. ترشح للانتخابات ضد الكونسلر الحالية وفاز في الدورة الأولى ب 39 صوت وفاز 5 دورات متتالية وأصبح نائب عمدة أوتاوا. لا يجب أن يكون عددنا، ولكن الياس شنتيري كان هو أحد الناس الذين تطوعوا في مع الناس وعرفتهم الناس وكان لهم دور. يمكننا أن نلعب دور حتى وإن كان أعضاء أبناء جاليتنا قلة، وعلينا أن نرسل هذه الرسالة دائماً وأبداً لأبناء الجالية العربية في كل كندا إنما وجدوا. هكذا نرفع من شأن أبناء الجالية وجالياتنا ككل. أستاذ حسن تفضل. ليس بإمكاني أن أضيف الكثير عما قاله الدكتور نور. نحث الجميع على المساهمة وليس فقط في السياسة. السياسة هي ناحية من النواحي الحياتية، العمل الأكاديمي، العمل الاجتماعي، العمل الاقتصادي، كل الأعمال. نحث الجميع على المساهمة، والعدد قد يساعد ولكن في كثير من الأحيان قد يضر أيضا.
كل إنسان يرى ما هي إمكانياته، كل منا بإمكانه أن ينجح في مجال معين فليختار المجال الذي بإمكانه أن ينجح فيه وليساهم. ونقطة أخيرة نكررها دائما للإخوة الذين يسمعوننا لأول مرة، هذه الحلقات موجودة على صفحة كنار تي في على الفيسبوك وعلى كنار تي في على اليوتيوب، وكما ترون هذه الحلقات يكمل بعضها بعضا وهي سلسلة، أحث الجميع على مشاهدتها كلها لأنها تعطي فكرة واضحة، ليست بالتفصيل طبعا، ولكن نحن مجرد نفتح الباب، ومن كان يحتاج لتفاصيل أكثر بإمكانه أن يبحث عنها، ولكن نبدأ من البداية ونحث الجميع على مشاهدة هذه الحلقات. ونشكر جميع المشاهدين والمستمعين وخاصة القيمين على هذه على هذا المنبر البناء والحي، وأشكر الدكتور جمال والدكتور هشام طبعا دكتور، وتصبحون على خير. تصبح على خير. دكتور هشام تحب تحكي سريعا عن الحلقة القادمة؟ الحلقة القادمة ولا الحلقتين كمان احنا قلنا؟ خلينا نحكي الحلقتين الجايات حقيقة حيكونوا عن الانتخابات الأمريكية. طبعا احنا ما بنحكي على الانتخابات الأمريكية لأنه بدنا نحكي على الأمريكان، بس لأنه السياسة الكندية والاقتصاد الكندي وكل شيء في كندا تقريبا معتمد جدا، احنا أكبر حدود في العالم بين دولتين، وأكبر تعاون يمكن دولة بين دولتين في العالم هي بين أمريكا وكندا، وأي شيء زي ما بقولوا إذا الأمريكي بعطس الكندي بيحمله المحرمة something like this. فلذلك لما نشوف هلا شو بيعطسوا إخواننا 3 نوفمبر وشو نوع المحرمة اللي لازم نشيلها عشان نشيل، فعشان هيك تأثير بيير إليوت ترودو كان يسأل عن هذا الموضوع على علاقة كندا وأمريكا، قال له مثل اللي بينام جنب فيل. مظبوط. أي حركة أيوة لازم. قال له إذا عطس بخوفك وإذا ألم بفطسك. إذا إن شاء الله الحلقتين الجايات عن الانتخابات الأمريكية كونوا معنا، الموضوع حامي، حيكون في موضوعين، هو مش بس موضوع مش واحد بس، الأمبريلا أو الكاتيجوري كان هي الانتخابات الأمريكية. نعم، مرة ثانية بشكر الدكتور نور، الأستاذ حسن زميلي الدكتور هشام على هذا التقديم وهذا العرض. بشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا اليوم، كان معنا عدد كبير من خارج كندا، برحب فيهم ضيوف كرام على منبر كنار تي في اللي هو صوت العرب من كندا. نرحب فيكم مرة ثانية في كل حلقاتنا اللي موجودة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. نشكركم مرة ثانية، بنقول للجميع تصبحوا على ألف خير.